تقريبا كده دي اخر حته جبنه في البيت، وياكلها انا يا اخويا ياكلها، وانا بصراحه جعان فانا مش عارف اكلها ولا هو هياخدها. بص انا حطيت حته جبنه، يا عم حطيت الجبنه انا جعان. حته الجبنه اقسم بالله لو ما جاتش انت خدتها، انت خدتها، انت اللي خدتها، انت اللي خدتها. خلاص خد اهي، خد اهو. بص بص يعني ما تفتريش عليا، ما تفتريش تبقى نصاب دلوقتي. حته الجبنه دي خد اهو نصهم، جبنه بص رومي. ادك نصهم والله. بص انا عايز اقول لك على حاجه ماشي دلوقتي، الراجل اللي احنا اخدنا منه البيت ده واشتغلنا عنده وكان راجل محترم، الراجل اللي انت شايفه في الصوره ده، الراجل ده قال يا لي حاج تاكل ستيف، جبنه وما تسرقش من اي حد، ودلوقتي احنا معناش غير هم السبع حتت جبنه، انت سبعه وانا سبعه، ودلوقتي احنا لازم نشتغل ونجيب سبعة جبنه. سبعة 14. ايوه انت، ماشي انت في سنه كام يا ابني؟ في سنه كام انت؟ سبعة سبعة أو مش 14؟ ايوه صح يا 14 مدرس يا ابن النصابة يا عم، قال لي اربعه نرمى يا ابني، ام 14 صح، 14 صح. ايه 14 صح؟ ماشي ايوه تعرف طب دلوقتي بقى احنا لازم نخلف العهد اللي احنا عملناه مع الراجل ده ونسرق بقى، بقول لك نسرق. ايه، طب ما تخوفنيش كده، بتكلم بعيد ما عنك. انا يا عم انا عايز جبنة رومي، طب ما انا عايز جبنه رومي برضه يا عم، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، نسرق ولا نشتغل؟ عايز جبنة نستو. ليه يا عم نستو؟ ايه رومي احلى، طعمها احلى. اي جبنة والسلام، لا انا النستو كلب دي جبنة. انا برضه زيك، بس النستو دي بتاعت الفقراء، احنا ناس عاليه بنعمل طب ايه دماغ رأيك ان بالجبنه. الفيلم ده غير واقعي لان انت ما بتحبش الجبنة؟ ايوه بس انا بحبها وانا هنا فار، يعني هو انا فار في الحقيقه ده يا عم؟ بس طب وبما ان ده مش حقيقة ما تقول طب الناس اقول لك تعمل على لايك، حاجه، ولا انت فار مش ما انا جدع؟ لسه جاي لي اقول لك على حاجه، لو المقطع ده وصل 3000 لايك اقسم بالله هاكل جبنه، وانا في حياتي ما اكلت جبنه. لا اقسم بالله حتة كبيرة. ها لا حته كبيره، استنى استنى، الكلمة طلعت لا والكلمة طلعت في الراجل، مش هس، استنى على نعمل عاملك ام الفيديو ده. لا والنبي مش والنبي والنبي، فانزلوا اعملوا لايك وشكم في القناه عشان نوصل المقطع ده ل 25000 لايك، ونوصل 100000 مشترك عشان عايز اخد درع اليوتيوب واحطه هنا جنب راجل اسمه طيب ستيفن. خلينا نتفق على حاجة، ايه اليوم اللي انت تستلم فيه الدرع ماشي اه، نستلمه هنا في بنها، وفي نفس الوقت تاكل جبنة واصورك فيديو. لو المقطع ده وصل 3000 لايك، لا وعد مني 100000 مشترك. لو وصل 100، لو وصلنا بالفيديو ده 100000 مشترك و3000 لايك، وعد والله لاكل جبنه والله، وانا بحلف. ماشي هو كده مش هيوصل يا عم، انا واثق من نفسي. المهم دلوقتي نشوف شغلنا بقى، نشوف شغلنا بقى ايه. انا بقول ولا لك ايه، المخزن تحت بقول لك فاكرين ايه ده؟ جرجور، ايوه بص انا مش عايز اشوف شغلي، انا عايز اسرق. بعيد انا عنك. عايز اسرق، طب ما انا عايز اسرق انا برضه، عايز بس اسرق. ننزل نشوف المخزن تحت فيه جبنه ولا مفيهوش جبنه اصلا. تعال مش هتلاقي في حاجة يا عم، ده بقاله 20 سنة يا عم معفن. يا عم، اه حته جبنه بص ايه؟ أقسم بالله يا جيري، خلاص خلاص لو ولا خلاص، خدهم ولا كده، أنت فاكرين منين يالا؟ خلاص خدهم الاتنين، مش عايزهم، خدهم خدهم، من شكلك اصلا مفتري وهتاخد كل حاجه على حساب، خد مش تعالى عايزهم، نتفق على اتفاق، اتفق على اتفاق. أنا أعرف بنك عنده بدل الجبناية علبة نستو عيب بلستو كبيره، 3 أدوار، كبيرة كبيرة 3 أدوار بقول لك. ايه يعني، هو الملك بص تلات لي في ادوار، البنك وشي، تلات ادوار، دور اتنين تلاتة. ايوه، طيب فعنده جبنه نستو ومثلثات محباش، وقطع محباش وكيري. محباش، انا عايز اللي هي زي دي معفنة دي، الصفرة دي، الصفرة النوني، الجبنه الرومي. ايوه الرومي، انت هتعمل زي عمر ولا ماشي ايه؟ انا يا عم دلوقتي انا هروح اقول للراجل هات حته جبنه رومي ماشي، وهجيب لك معاه عشان انت اخوات جدع، شيء اخوات طيخ. مش هيرضى اخو الصوصه، مش هيرضى يديك، مش لا هيرضى، يرضى، مش عيب هيرضى. عليك انا بلطجي. طب بص انا هراقبك من بعيد، لو رضي انت شايف انت اللي لابسه في دماغي ده؟ انت لابس ايه ده، القفص ده، وانت كده شكلك شرير. لا انا كده انا بعمل شكلي انا مش لاقي اكل، ماشي فانا ماشي، هروح ادخل عليه بالدور ده، وانا اروح هراقبك، اجيب دلوقتي حالا واجي لك. خليك زي ما ماشي انت هنا. هراقبك. في ايه؟ مرضش؟ طب لو مرضش يديك هنعمل ايه؟ لا، خليك زي، بص تعالى 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 ورايا، ماشي. تعالى هو ورايا الباب، الباب صغر ولا انا اللي اتخنت؟ يا عم انت العبيط، تعالى 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 ورايا. بص هو البنك ده شايف علامة الدولار دي؟ علامة ايوه، الدولار دي بترمز اصلا مش اسمه للدولار، جبنه، دي للجبنة. ايوه جبنه رومي ماشي صفرة. صفرة. بقول بص لك ثانية واحدة، اتفرج عليه من هنا بس عشان هو ما يتضايقش ان في اتنين يقول لك بس دول طاجعين طمعانين، فاتفرج عليه من هنا. ماشي ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه جعان ونفسي في جبنة.
حاجه مره ثانيه. تعال تعال نتكلم بقى، تعال اي حاجه، اي جبنايه قديمه للبيع، اي حاجه انا غلبان. المفروض انا اللي ببيع مش انت. اي حاجه اي حاجه، تعال بعدين. دي واحد، دي واحد. الخوذه اللي انت لابساها دي غاليه، جايبه فلوسها منين؟ اكيد سايقه. يا انا جايبه كاس الزباله، اصل انا كنت باكل في دوده معديه. دوده القرف ده، ما انا عشان مش لاقي اكل جبنه نوني. خلاص هجيب لك حته. خلاص تعال اقول لك على حاجه. ايه؟ تعال اقول لك بسرعه بسرعه. طب دلوقتي بسرعه، وقت التصوير بسرعه، ما عندناش وقت. اهو الساعه 4 الفجر، عايزين نلحق نمنتج ونرفع. عايزين ننام. بص خد هتجيبها دي على الجبنه. لا ما تمدش ايدك، ما تمدش ايدك، ما تمدش ايدك عليا. اخويا بيتخان، ضربني. تعب تضرب اخويا، تضرب اخويا اللي قاعد بالبلطجيه. يا عم انت مين؟ رجلي، معلش يا اخويا، رجلي صباعي اتكسر. صباعي نهار اسود. بسرعه اجري، بسرعه اجري، بسرعه اجري اجري. ولا شيء. انت عرفت اللي حصل؟ عرفت اللي حصل اجري يا اخويا؟ نستنى احكي لك. عارف ضربني فين؟ في صباعك اللي ده؟ هنا عليا. بص كده هغرقهولك. ماشي. ضربني يا جيري، ضربني. عايز اقول لك على الفار اللي مش جدع. جايب لك خبرين، واحد حلو والتاني وحش. تقول اول خبر. قول الوحش. قول. جيري، جيري ابن الذين، عارف ان احنا عندنا نقص في الجبنه، راح بقى عمل ايه؟ اشترى الجبنه اللي في السوق كلها وحطها عنده في بيته، عشان احنا ما نعرفش نسرق ولا نشتري. دلوقتي مفيش جبنه. نجري مين؟ احنا نجري يا عبيط. معلش معلش، قصدي اللي هو ايوه القطه يا بنتي. ايوه هو ده. انا مش هشتم بامه عشان امه كانت بتدينا جبنه. ماشي بقى. ايوه والله كانت ست غلبانه وبتلسعه، ده مش عايز اتكلم. فدلوقتي بقى هو خد كل حاجه حطها عنده في البيت، وكمان مفيش جبنه غير اللي عنده في البنك بس. الاثنين دول. نسكت؟ انا عن نفسي مش هسكت. عن نفسي مش هسكت. لو انت تسكت انا مش هسكت. تعمل ايه بقى؟ انت عارف انا عامل في ايه؟ شايف اللي في ايدي؟ بعيني دي اسمها ايه؟ انت عايز انت ايه بقى؟ ايه حمار بره، تعالى حمار. عامل ايه؟ تعالى اتفضل اتفضل. معاك شيء تبقى تسيب برسيم؟ تعالى شيحه. تعالى شيحه. على صاحبك؟ صاحبك؟ يا عم شيحه تعالى. لا انا ما اعرفوش ده. تعرف شيحه دي جايه من ايه؟ ايه؟ دي جايه من تعالى يلا معايا برسيم. ده بيكتر يا عم البيت بتاعنا يا عم. يا عم سيبه، ده شيحه. يا شيحه ده جحا يا عم الشيح. يا عم شيحه. ماشي. بقول لك يا شيحه. الواد توم ما شفتوش قريب من هنا؟ شفته. بيقول لك لا. هو بيقول لي لا ولا بيقول لي اه؟ ضعيف. بص شكله بيضحك ازاي؟ حاسه هو في الحقيقه شكله بيضحك. لا يا عم، اللي في الحقيقه احمر اكتر. اه والله العظيم. طب بص قرب كده، قرب كده، قرب كده، بص له، قرب كده، بص له. شايف هو ملامح وشه؟ طب بالله عليك، عارف هو لون العين بس اللي متغير. ويمكن الودان هنا قصيره شويتين، هي فيها اطول من كده. مار، ممكن تساعدنا ان احنا نسرق الراجل توم ابن المحنكه ده اللي بيسرق كل فلوسنا؟ بيسرق كل جبنتنا ولا ايه؟ هيساعدنا. والشيحه ولا والشيحه. يحا يا عم ده غبي يا عم. احبك يا حمار. ايه ده؟ أوه. ايه ده؟ اه يا لهوي، صاحب شي حاجه، تعالى ننزل احنا. صاحب الحمار، احنا هنعمل دلوقتي يا اخويا. حلو. يلا يا عم خد حمارك ومشي من هنا. يلا يا عم خد حمارك. يلا يا عم خد حمارك. دي حال. خد حمارك يا عم. نعمل ايه يا اخويا جيري؟ نعمل ايه؟ بص تعال تعال تعال. احنا هنخطط لاكبر سرقه بنك الجبنه. اكيد توم عاين جبنته هناك. انيا. فاحنا طالما هنخطط لسرقه بنك يبقى تسمعني. تخيل اتفضل ان ده البنك. ما انت خبره بقى. ايوه انا حرامي. تخيل دلوقتي في مدخلين للبنك، مدخل من تحت وده اكيد مخبيين فيه اغلى انواع الجبن، ده مدخل الخزنه الام. انما اللي فوق، وده الهدف بتاعنا لان ده الهدف السهل، الجبنه الرومي المعفنه اللي احنا اصلا بنحبها. هنخش على الراجل وكاننا داخلين نشتري جبنه، وهنديله فلوس. حلو. ونروح بقى رشين في وشه كده جبنه معفنه، فهو يغمى عليه. ريحه الجبنه المعفنه كنت مديك انا الريحه اللي احنا بنحطها واحنا خارجين دي، نروح باخد في وشه وبقى. حلو. هو يغمى عليه، ناخد الفلوس واحنا طالعين هنتلاقي توم بره هيقتلنا وشكرا، ومش هيبقى لنا نفس ناكل جبنه تاني.
وموتنا بقى. طب بقول لك ايه، انا هجرب بتاع ده عليك، ماشي؟ شوفوا شغال ولا مش شغال، ارجع ورا كده سيكه. طب ده ايه ده؟ انت عارف يا عم ده 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 يا هو كويس، هو طب. هو حلو طعمه حلو. لا طالما طعمه حلو جرب بقى يا اخويا، جرب. انا اصلا واثق فيه. جرب. ايه حاسس بحاجه؟ الريحه الجامده دي مش حاجه خالص. امشي كده اهو، انا حاسس بس ان دايخ شويه مش عارف. طب يلا بينا. انت عملت فيها ايه؟ عم ادعي إيه بس ربنا يكرمنا بس في السرقه دي. تعال انت بطلتني قوي وخليت مش عارف امشي خالص. تعالى الباب مش هيفتح يا عمي، عن ام هو ده الباب؟ ايه خش. هو ده الباب؟ ايوه هو ده الباب. شربتني ايه؟ ده انت خالص. تعالى شربتني ايه؟ انت مش عارف تمشي ليه؟ انت كبرت شكلك كده في السن وعجزت كده. لا يا عم انا فيها صحه اهو بمشي اهو. بقول لك ايه، توم دخل. توم دخل من دخل، انت شفتوه؟ لسه والله انا شفته معدي كده تقريبا. انت طب بقول لك ايه، هندخل سولوتي مولتي كده. انا معاك، اسمعش، معايا سلاح. معاك سلاح؟ اديني سلاح. شايف الفيديو ده؟ ده فيني سلاح. استنى ما نشوف حاجه شكلها احلى في الايد اهو. ده شو حلو ده؟ ده الرشاش. ده الرشاش اللي ما بيفضاش. هو الرشاش. ايوه. طب بقول لك انا مش عارف امسك البتاع ده، تخش انت واضرب جوه. بص امسك. بص هقول لك على حاجه، انا همسك انا الاسلحه وانا هتعامل انا. ماشي. ماشي. انت شايف انا عامل ازاي الاول؟ بص لي، بص المنظر كده. ماشي شايفك، اقسم بالله شكلك اسطوره بلطجي. اذا كما كانك بس 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 بقى ما تقولش لحد بقى. يلا تعالى. استنى استنى استنى، عندي فكره احلى. نعمل نفسنا بهوات. لا سيبني انا اعمل نفسي ان انا بقى ايه بلطجي وبتاع، هم يجي يبصوا لي انت تخش تضرب فيهم على طول. ماشي يلا. يلا هزولهم انا. السلام عليكم. ايه ده؟ الخزنه مفتوحه. ده تقريبا فضل مكان من الجبنه. فضل مكان الجبنه فين؟ مش عارف يعني مفيش جبنه. يا نهار اسود. عايز حاجه يا اخويا؟ انا ماشي. ولا يا ابن كوم التوم، انت توم ولا بصل؟ الاثنين. طماطم. اخويا يا جدعان، يا جدعان بعد اذنكم اتخانوا بايا البنك بتاعي. يا ما حدش شاف الضحك. اضحك. استنى عليا بس، استنى. بقول لك يا اخويا. نعم. لا مش انت اخويا؟ هل انت اخويا؟ لا احنا مش اخوات، احنا ابونا مش بيخلف غير رجال. يبقى انت مش اخونا. مفيش حد يخرج مننا لما تسلموا لنا الجبنه من ابو اخر. فين الجبنه؟ ارفع ايدك فوق يلا، هات الجبنه. خلاص خلاص هنسلمكم الجبنه. سلمونا الجبنه اللي عندكم كلها، والا هتموتوا هتموتوا من غير جبنه. تعالى تعالى. ايه؟ انا كنت عارف ان الموضوع ده هيحصل، عارف عملت ايه؟ حطيت سلم في الجبنه. بص لحد دلوقتي. لما بيزعقوا بيتشوشوا بيقولوا ايه؟ مش عارف، بس تقريبا بيقول لك الجبنه عليها ناتشو. ناتشو خلاص خلاص. صوص. بقول لك ايه، ده بيقول لك صوص. صوص ده حاجات ال طعمها جامده. يا لهوي. هلا اخويا هتلاقيها حلوه دي. بس انت عارف احنا لازم نجرب حاجه الاول. إيه؟ نجرب بتاع ابو ريحه. ارمي عليهم الاثنين. دوخهم دوخهم يا اخويا. عايش عليك. تعالى بقى تعالى تعالى. الله اكبر الله اكبر. خد لك واحد واجري، خد لك واحد واجري. امسك. لقيت الجبنه. ايوه لقيت الجبنه. النيتشو، النيتشو الغاليه. اجري بسرعه اخويا. ايوه النيتشو. احنا مناش ناس من اتشنا. انت قفلت علينا البنك يا غبي، هنطلع ازاي دلوقتي؟ هنطلع. استنى معاك بكاكس. عيب عليك، انت هتعرف تكسر الحاجات دي؟ يا جيم انت نسيت النصتون. ايوه ولا ولا مش جوه. ولا اهرب بسرعه. مش جوه. اقسم بدين الله يا متوت، وانت لو خرجت بره البنك ده لازعلك. الحمد لله الحمد لله. احنا بقى نهرب ولا من شاب؟ انا هاكل الجبنه كلها مش هديك ولا حته. انا اللي سرقت، انت ما سرقتش يا عم. ده انا هتقسم معاك جوه دلوقتي. استنى تعالى تعالى. بص تعالى تحت كده، تعالى تحت. هوريك دلوقتي حاجه اختراع اقسم بالله عمرك ما شفته قبل كده. تعالى. انت هتاكل الجبنه كلها وتفاصتك دي هموتك. انا بقول لك اهو. لا 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 لا، انا عمري ما اعمل كده. انا عمري ما اعمل معاك كده. والله احنا الاول هنعمل ايه؟ هنعمل جي ونحط جي. حلو. اوقف هنا، اوقف هنا بالظبط بالظبط هنا. هنا 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 ماشي. هنقوم ايه جايبين الليفر ده كده والليفر ده كده. هتعمل ايه يا ابن اللذين؟ هتحط في الجبنه في بقي. استنى افتح بقي. استنى. ايوه بالظبط كده. هحط في الجبنه في ايه؟ بقي. يلا افتح بقي اهو، افتح بقي، افتح بقي اهو. يلا حدف. استنى إيه؟ انا بحدف ثانيه واحده. انا بس ما تحطش الجبن اللي عليها، حط اللي عليها الصوص اللي هي الغاليه. حط عليها الصوص. خد صوص. ايه الله، فين الجبنه؟ حلو. مفيش جبنه طلعت. حلوه الجبنه. مفيش جبن. قرب شويه، قرب شويه، قرب شويه اهو. قرب شويه. لزقت بقي فيها اهو. قرب شويه اهو. انت فاتح بوك على الاخر؟ على الاخر، فاتح على الاخر خالص. طب خد.